بيرفيلود مدرب النجم الساحلي الذي سبق له كونلي في الوسط. بكري المدينة يحاول يتوغل والحكم يصفر له خطأ. أكثر لاعب ممكن يخلق صعوبات لدفاع النجم الساحلي وبكر المدينة وكذلك السمان الصاوي بفضل مهاراتهما العالية جدا التي قد تمكنهما من إحداث الخلل على مستوى كرة وضعت باسكال وراحت لحمزة الأحمر يغطي كورتو. هاي الحمزة يلعب على الجهة اليسرى من هناك وجدي كشريدة يوصل مرة الدفاع يصدها عن طريق شهاب بن فرج ترجع بعيدة للأمان تبقى في أخذ وراء لصالح النصر. الجماهير وعشاق نادي المريخ السوداني كرة سودانية مرة ثانية عرضية وضعي تسلل الحكم يقول لا بكري لم يكن في وضعي تسلل تسترجع ضيعتها يسترجعها مرة ثانية والحكم يقول خطأ للنجم. هل كان إخراج مامادو محمد لامين مامادو اضطراري لأنه تقريبا من أنشط اللاعبين في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب لتشكيلة نادي المريخ كان في الشوط الأول فممكن عبد الرزاق أو لأكوستا عفوا. كشريدة 32 هدف في الدوري لأنه ممكن تضيع كل شيء بخطأ فادح في المراقبة وفي المتابعة وفي التموقع كذلك التموقع مهم جدا. أشرف كرير ينقذ النجم كم كانت رائعة صمان النجم الساحلي الذي يتصدر المجموعة وذلك بست نقاط من فوزين